مشاهدينا بنستكمل معاكم طبعا اخر الامور الخاصه بفريق البنك الاهلي، ولكن هيكون منورنا دلوقتي عبر الهاتف سياده اللواء اشرف نصار علشان نتكلم معاه طبعا عن اخر الامور والمستجدات بفريق البنك الاهلي، رئيس فريق البنك الاهلي ونادي البنك الاهلي. بنصبح على حضرتك، صباح الفل عليك يا سياده اللواء. اهلا اهلا استاذه فرح، صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، ودايما بتشرف ان انا ببقى موجود معاك. الحقيقه الشرف ليا يا سياده اللواء، وطبعا بنسعد بوجود حضرتك معانا. كان ليا لقاء قبل كده معاك من قريب، وكنا بنتكلم على حاله فريق البنك الاهلي. الحقيقه ان انا سعيده جدا بلملمه الاوراق سعيدا وعوده فريق البنك الاهلي لطريق الانتصارات، وده طبعا بقياده فنيه جيده جدا من الكابتن طارق مصطفى. الحقيقه انه فريق البنك الاهلي كان محظوظ بالتعاقد معاه، وانه يكون في تصحيح للمسار خلال الايام الاخيره. تعليق حضرتك ايه خصوصا بعد تجديد الثقه فيه وتجديد التعاقد مره ثانيه ايضا لمده موسمين؟ والله الحمد لله يا فرح، هو طبعا كابتن طارق مدير فني متميز وعنده طموح ان شاء الله، وهو مؤهل لان هو يحقق طموحه الحمد لله. وطبعا تولى المسؤوليه في ظروف صعبه زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، تولى المسؤوليه بعد 5 هزايم متتاليه في بدايه الموسم، وطبعا ده اكيد بيأثر على الفريق من الناحيه الفنيه والناحيه المعنويه، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد القرار في الوقت السليم وقدرنا نتجاوز المرحله ديت. والحمد لله يعني الفترة الأخيرة يمكن يعني 7-8 مباريات مفيش إلا هزيمة أو هزيمتين، وفي يمكن 4 انتصارات وتعادلين، وده خلانا في المركز الـ 12 دلوقتي. طبعا ما كانش ده طموحنا خالص في بداية الموسم، لكن الهزايم المتكررة في بداية الموسم أثرت علينا. الحمد لله فاضل لنا 3 ماتشات إن شاء الله، بنسعى إن احنا نحصد النقط الكاملة بتاعها بحيث إن احنا برضو يعني نتقدم في الجدول وننهي الموسم في مكان يعني مش شريك بينا، ولكن يعني بالظروف اللي صادفتنا يبقى كويس ان شاء الله. طيب لو رحنا معاك للمباراه القادمه، مباراه مهمه جدا ومباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي بالتاكيد، زي ما حضرتك عارف 8 مباريات متبقيين للنادي الاهلي بيسعى للفوز بكل مباراه. تعليقك ايه وشايف ان فريق البنك الاهلي هيحاول ازاي ان هو يخرج باكبر استفاده ويخرج بالفوز من المباراه دي؟ طبعا مباراه صعبه جدا، يعني بتلعبي بطل افريقيا وبطل الدوري فوق الـ40 مرة، ويعني فريق عنده يعني سواءك عنده اصابات عنده ايقافات ما بتاثرش عليه لان عنده سكواد عالي جدا، لكن بنستعد وان شاء الله يعني نأدي ماتش كويس ويبقى باذن الله تخرج بصوره كويسه للجماهير ان شاء الله. مباراه الدور الاول كانت ملحمه كرويه ممتعه في نفس التوقيت، وقدر يفوز فريق البنك الاهلي بنتيجه 4 أهداف مقابل 3 أهداف، كانت مباراه صعبه قوي. هل شايف ان احنا ممكن نشوف النديه والاثاره دي في المباراه القادمه ايضا؟ ان شاء الله احنا يعني بنستعد وبنستعد كويس، وان شاء الله بنتمنى ان احنا اهم حاجه نقدم مباراه قويه قدام بطل افريقيا باذن الله. تعليق حضرتك ايه على الصفقات ونظرتك كده للتدعيمات القادمه باذن الله في الموسم القادم؟ هل تم بالفعل الاستقرار على بعض التدعيمات او المراكز اللي كابتن طارق مصطفى محتاج ان هو يدعمها خلال الموسم القادم؟ والله لسه ما اتكلمناش معايا فرح، هو قال ان هو هيقدم تقريره بعد ماتش الاهلي ان شاء الله. ماتش الاهلي يوم 1/8 ان شاء الله هناخد التقرير بتاعه ولجنه الكوره في النادي تدرسه ونبدا نشتغل على طول. ويمكن احنا بدانا باول خطوه اللي هي خطوه يعني التجديد مع الكابتن طارق موسيمين، على اساس ان احنا نبدا بعد كده الخطوه اللي بعديها نبدا نبص على الميركاتو الصيفي اللي هيتم فيه. هل في اي لعيبه متواجده في فريق البنك الاهلي اعارات، سواء اذا كانت يعني بتفعيل بند الشراء او اعارات هترجع مره تانية لفرقها؟ لا احنا عندنا اعارات، عندنا ما فيش، لكن احنا عندنا 2 لاعبين معارين. عندنا احمد العش في بلديه المحله، تمام، وعندنا شاب ادهم حامد في التخليه، فدول هيرجعوا وان شاء الله باذن الله التقرير اللي هيتم الكابتن طارق هنبدا ندرسه ونبدا نبني عليه الحركه بتاعتنا في الميركاتو الصيف ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لفريق البنك الاهلي يا سياده اللواء، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. بنسعد دايما بوجود طبعا او بوجود سياده اللواء اشرف نصار معانا علشان نعرف منه اخر المستجدات الخاصه بفريق البنك الاهلي. تحياتنا لحضرتك وصباح الفل عليك.